اليوم ان شاء الله هي النقطه الدينيه في المراحل ديال الشغل ديال الجائحه. الحمد لله عرفت واحد النجاح كبير صرفت ورقه تجديد الثقه المكتب القديم، والحمد لله هذا كنعتبره حنا تكليف بالنسبه لنا، لان هذا تجديد الثقه ما الا كيجعلنا الا نكملوا الاوراق ديالنا اللي هي مفتوحه امام المسؤولين وامام الادارات والشركات والوزاره الوطنيه، وايضا كنجددوا التزامنا بالدفاع على الحقوق ديال المهنيين والدفاع ديال النقود اليومي ديالهم بكل امان وبكل احترافيه. كننصبوا راسنا باننا دائما الجامعه غادي تكون مفتوحه لجميع الجمعيات الجهويه وجمعيات الالوان الجاده اللي كتشتغل ومستعده باش تتبنى القرارات ديالهم وباش تدافع على المصالح ديالهم كل محطه. هذا التكليف صراحه، هذا التكليف هذا اللي شرفونا به هاد الناس هادو، ما كان الا يعني تتمين العمل ديال الجامعه خلال هاد الثلاث سنوات، وما هو الا اراده قويه لهاد الناس هادو باش نكملوا هاد الابراج اللي هي مفتوحه واللي ثلاث سنين بحقيقه امكنتنا باش نكتسب واحد التجربه كبيره في الاطار القانوني والاطار المنظم للمهنه هادي، واللي الحمد لله بحول الله سبحانه وتعالى غادي ناخذوا الثمار ديالها في هاد اليوم. كما شفتوا تعقد الاجابه العام العادي ديال الجامعه الوطنيه اللي تلت فيها التقارير الماليه والادبيه واتفق عليها الاجماع، ورفض المكتب من طرف المحطتين والمهنيين، وداز في جو ديمقراطي وشفاف، وتم اعاده الثقه في المكتب الجامعي برئاسه السيد جمال زريق، وكنتمنوا ان شاء الله التوفيق والمزيد من النجاحات لهذه الجامعه الوطنيه اللي كتشتغل في القطاع ديال المحطه. كما كيعرف الجميع فهذه الجائحه ديال كورونا كاين معاناه ديال المحطتين، وكاين مشاكل عده كيعاني منها هذا القطاع، خصوصا من بعد ديال التحرير ديال اسعار المحروقات، ولينا كنشاهدوا تجاره من نوع اخر بالاضافه الى دواعي ديال هذه الجائحه، وكنتمنوا ان شاء الله تمر الامور بسلام. وما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي.